واحنا لسه هنعطيها رخ. عطيها كمان يا رب. اخلص يا بنت التوهيه، مش عايز اسمع حس. ايه يا كيم، انت جاي تتهجم علينا؟ لا يا امه، انا جاي اخد مراتي. تاخد مراتك بالغصب؟ بنتو اللي خدتوها مني بالغصب، لكن خلاص يا حبيبة قلبي. اللي كان مفرقنا عن بعض غرف داهية. يبقى تيجي ونتكلم يا كيمو، مش تكسر علينا الباب. حبيبة قلبي، انت اتخدتي مني قبل كده بالدراع، فما تلومنيش لما رجعك انا كمان بالدراع. وانا مش هاجي معاك غصب يا كيمو. بقولك ايه يا بيت، انت دلوقتي مراتي، يعني الكلمة اللي اقولها هتتنفذ. خدي تعالي هنا يا بيت. حسن ايدك حرام. كيمو هتاخدها ازاي يا ابني بس، وايه على ذمة راجل تاني؟ ماليش فيه. طب اصبر علينا شوية، لما تتطلق وبعد كده يا ابني بقى اتجوزها، هتفضح نفسك وتفضحها قدام الناس، دي هتبقى أم عيالك ومراتك. و الكلام ده هيتنفذ امتى؟ ما هي دي حاجة يا ابني محتاجة شوية وقت. هما يومين اتنين مفيش غيرهم. ما هو يا ابني الموضوع ما يجيش قفش كده، لازم يجي بالمسايسة عشان جوزها يوافق ويطلقها. خلاص يا ام، دليني انت على طريق التمرجي بتاعكم وانا هحل معاه. يبقى انت كده عايز تعقدها. ما فيش راجل بيطلق غصب عنه. لا في يا ام، بس خلاص انا عرفت الطريقة والسكة من بابلو اللي كنتوا بتتحاموا فيه، وهو غرف داهية، فمحدش هيحشني عن حقي. هما يومين اتنين مفيش غيرهم، يا التمرجي بتاعكم يطلقها يا تنصبوا له الصوان وتترحموا عليه. امين. يلا بينا.